بعده الذي يليه سعادة الدكتور علي الطراونة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أبدأ وبه أستعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقف اليوم أيها الإخوة معا على أعتاب مرحلة جديدة من عمر الوطن الطويل والممتد أمام أعمارنا القصيرة. نقف اليوم وفي أعناقنا جميعاً مسؤولية أمام الله أولاً، ثم أمام الوطن وأمام الشعب الأردني الكريم. نقف اليوم وعيون الشعب الأردني ترقبنا من كل حدب وصوب، ونحن أيها الشعب نبحث عن فقركم وعن جوعكم وعن عوزكم وعن بطالتكم وعن كل هذا وذاك. معالي نائب رئيس الوزراء، ومن خلال الرئاسة الجليلة، يجب أن تعلم الحكومة علم اليقين أن المواطن الأردني بلغ من العسر ما بلغ، وأقسم بالله العظيم أن بعض المواطن كاد أن يلقي بنفسه وأبنائه من شدة العوز إلى الانتحار، وذلك لشعوره ويقينه أنه لا أحد يشعر بجوعه وعطشه، وأن الحكومة لهذه الغاية أو لهذه اللحظة لم تتخذ قراراً يشفي غليل المواطن من كل هم وغم. والله الواحد منا في حيرة، هل أتكلم عن الشعب متناولاً شريحة شريحة فيه وما تلاقيه وتعانيه كل منا من مشكلات ومعوقات، حتى هذا أصبح ممجوجاً. وأؤكد وأجزم أنه لا يوجد في الأردن أحد لا يعلم حال كل الناس وما هم عليه من سوء الأحوال. معالي الرئيس، الأخوة النواب، والله لا أقولها تملقاً ولا رياءً ولا محاباةً، وإنما هي الأمانة والمسؤولية والقسم الذي قسمناه منذ أن تربينا في المؤسسة العسكرية، وشمس الصحراء تلوح جباهنا، والبرد والثلج يغدونا ليلاً من كل حدب وصوب، كما هو الحال مع أشقائنا لنا في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية حالياً صابرون مرابطون إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. لا يخشون على أنفسهم شيئاً في هذه الحياة إلا مرضات الله وحمى هذا الوطن، لكي تقر أعين شيبها وشبابها ونسائها وأطفالها والغارقين في ملذاتها وآكلين ثرواتها وخيراتها. وهنا لا بد أن أذكر بضرورة تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية وجيشنا العربي وأجهزته الأمنية المظفرة من جميع النواحي مادياً ومعنوياً. ومقابل كل هذا تطل علينا الحكومة اليوم بموازنة العام القادم تزيد الفقير فقراً والغني غناً، وهي تغض الطرف لسبب ما لا نعلمه اتجاه التهريب الضريبي من قبل بعض المتنفذين. فحسب تقرير ديوان المحاسبة حول المال العام، فقد بلغت قيمة المطالبات أمام المحاكم والتي أخذت الدرجة القطعية ب6 مليارات و300 مليون دينار. فهل يعقل هذا؟ فهل يد الحكومة والقانون قصيرة لهذا القدر؟ أم أن هناك ما يخفي علينا نحن النواب، معالي الرئيس، الإخوة النواب؟ أما فيما يمس حياة الناس، فقد لامس أسماعنا تسريب يقول أن الحكومة راضية في زيادة أسعار المشتقات النفطية، فإن صدق هذا فلا أعلم كيف أصف هذا القرار. هل هو انتحار للحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة، تحديداً في هذا الوقت من فصل الشتاء، والحكومة تعلم علم اليقين أن المواطن لم يعد له لا حول ولا قوة أمام الجوع الناهش في جسده أو البطالة المتفشية بين أبنائه؟ أم هو إمعان من الحكومة بقصد أو بدون قصد في زيادة إذلال الشعب والوصول به لمرحلة الانتحار؟ أنا حقيقة لم أعد أستطيع تفسير هذه التصرفات التي أصبحت بتراكمها تؤجج النار تحت الرماد، ولم يبقى لنا كنواب أو للحكومة أي أمل في الإصلاح أو انتظار. في ذات السياق، أمام هجمة الاستقواء على الشعب من قبل الحكومة، يتساءل الناس أين ديون الملكية الأردنية؟ وإلى ماذا يشير تصاعد الحديث عنها؟ هل تفهم أن هناك مخططاً لبيعها وخصخصتها بالكامل والتخلص منها كباقي
ما سبق من مؤسسات الدولة المختلفة كالفوسفات والبوتاس وغيرها؟ وأين ذهبت أرباحها ومداخلها حتى لم يعد لديها ما تسد به رواتب الموظفين؟ ماذا يجري يا سادة في وطن الموجوع؟ ماذا يجري يا حكومة في بلدي المضيع؟ إلى أين أنتم سائرون بنا؟ حكومتنا الموقرة حفظكم الله أصبحت الأخبار والتصرفات تصيبنا حينا بالدهشة وحينا بالخوف وحينا بالغثيان. سمعنا عن ميناء العقبة، وسمعنا عن أرض الأغوار، وسمعنا تلميحا عن البتراء، سمعنا تلميحات تغطي البلاد من أقصاها إلى أقصاها، بحيث أنها إن صدقت فسيتحول المواطن الأردني إلى مستأجر أو ضيف في بلاده، وبحيث أن الأردن سيكون مرتهنا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه لغرب الخارج والغريب سواء كان عربيا أو أجنبيا. فهل نجد لديكم الجواب أم كالعادة صمت القبور؟ ومجددا ومكررا، مع أنكم سئمتم من السماع وسئمنا نحن أيضا من التردد، أين المفسدين؟ لماذا لم نسمع أي تحرك اتجاهه؟ هل نفهم أن أيدي الحكومة مكبلة كسابقاتها؟ أم أن الحكومة لا تريد لسبب أو لآخر؟ أم أن هؤلاء مدعومون ومحيون؟ تكلمنا مراراً وتكراراً وذكرنا بضرورة تفعيل كل شرائح المجتمع وتوظيف قدراتهم واستثمار خبراتهم وإمكانياتهم لصالح وتغيير الوضع وتحسين الحال وتحريك العجلة الاقتصادية، ولكن مرت شهور تلو الشهور ولم نجد أي تغيير يذكر تحسين يلمس. فلما هذا الإهمال ولا مبالاة يا حكومة الكريمة؟ في نفس الاتجاه أعلى، لماذا لا يقوم القطاع الخاص بدوره من هنا؟ هل المشكلة لدى القطاع الخاص ذاته؟ أم المشكلة من الحكومة في التفاعل الإيجابي وتسهيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مكتسباته مقابل دوره المفترض في إنقاذ الاقتصاد وتحريك عجلته؟ ولنا أن نسأل، أين البنوك ودورها مسؤولياته تجاه البلاد وما يمر به من ظروف؟ ألا يفترض عليها قانونياً وقبل ذلك وطنياً وولاءً وانتماءً إنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن؟ ألا تقدم لهم الأردن ومؤسسات الحماية والأمن والاستقرار؟ أليست هذه هي الشراكة الحقيقية والمشاركة الوطنية في إقالة عثرة البلاد واقتصادها؟ وإذا لم يكن هذا ليحدث في هذه الظروف، فمتى إذن ستثبت هذه الشركات البنوك فقط نموذج منها حقيقة انتماؤها وولاؤها؟ أم أن هناك مشكلة من قبل الحكومة تعيق تفاعل القطاع الخاص معها؟ لا بد أن نفهم. معالي الرئيس الأخوة النواب، تحسين الاقتصاد وحل مشكلات الدولة ليس صعبا صدقوني، فلو قمنا بعدد من الإجراءات واتخاذها بحزم ومسؤوليات عدد من القرارات نبتغي بها وجه الله ومصلحة الوطن وخير المواطن لتغير حالنا. هل المطلوب معجزة لا يمكن تحقيقها؟ هل لا يمكن محاربة الفساد بقوة ووضوح وردود الحقوق من المفسدين؟ هل لا يمكن إجراء إصلاح مالي وضريبي لمعالجة وهاش ومنع التهرب الضريبي؟ هل لا يمكن الحد من التهرب الجمركي وإيقاف نهج المحسوبية الذي دمر البلاد والعباد وأفقرها؟ هل لا يمكن تحسين وتطوير كل التشريعات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين وإيقاف هذه النزيف بهروب المستثمرين إلى هنا وهناك؟ هل لا يمكن تغيير سياستنا في التمحور مع هذا المحور ضد ذاك؟ أم المفترض أن تبقى الأردن كعادتها حيادية في علاقاتها مشرعة أبوابها لكل راغب بتقديم الخير لها ولشعبها؟ هل لا يمكن العمل بفعالية مع القطاع الخاص من جهة بما يحفظ مصالح الأطراف جميعاً وخاصةً صالح الوطن والمواطن؟ هل لا يمكن حسن مراقبة وتوظيف المنح والتبرعات التي تصل البلاد بالمليارات ولا نعلم أين تذهب وكيف تنفق؟ هذه إخوتي الأحبة تساؤلات أضعها بين يدي الحكومة الموقرة، لعلنا نجد جواباً لها. وحتى ذلك الحين أقول لك الله يا وطني ولكم الله يا شعب الأردن، والله أسأل أن يحفظ هذا البلد قيادة وحكومة وشعبا حرا عزيزا لما يحبه ويرضاه. أما مطالبي دائرة الانتخابية فأنني أضعها بين يدي الله عز وجل وبين الحكومة الموقرة والأمانة العامة، ويا أمانة عامة ديروا بالكم عليها وهي أمانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.